لتحقيق حلم الثراء وشريحة إلكترونية للمزيد من الذكاء. أهذا حلم وردي أقرب للحقيقة أم مجرد وهم وخرافات ستفتك بنا بأي دقيقة؟ والأهم، أباط النظام العالم الجديد قاب قوسين أو أدنى؟ أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مطبات عبر قناة إحنا تيفي، وإليكم أبرز عناوين مطبات حلقتنا. العملة الرقمية ما بين الحقيقة والسراب، احذر فأنت مراقب ومنتهك الخصوصية، كل ما تأخذه بالمجان أنت ثمنه، الشريحة الإلكترونية وهل لها علاقة بلقاح الكورونا؟ للحديث أكثر حول مطبات حلقة اليوم نرحب بضيفنا عبر سكايب الإعلامي عمر الشال، وخبير في شبكات التواصل الاجتماعي، مقدم برنامج هاي تك في قناة الشرق. أهلا بك أستاذ عمر الشال. أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذي، ما هي العملة الرقمية؟ طيب، العملة الرقمية يقصد بها هي العملة، يعني الترجمة غير دقيقة شوية، هي الاسم الصحيح هو كريبتو كارنسي، فهي عملة تكاد تكون افتراضية، عملة غير ملموسة، عبارة عن أكواد موجودة على الإنترنت على الشبكات. هي هذه الأكواد لا يمكن تكرارها، يعني هي تكاد تكون مثل العملات الحقيقية التي قد يصعب تزويرها، نفس الأمر فيما يخص العملات الرقمية. فالقصة هي أن بعض الأكواد عندما يتم إنشائها، حتى الإنشاء بيأخذ وقت طويل جدا وبيستغرق عدد كبير جدا من العمليات، فبعد ما بيتم هذا الأمر بيتم إنشاء عملة رقمية، إن كانت العملات اللي احنا نتحدث عنها، أشهر العملات الرقمية طبعا هي البيتكوين، ثم يأتي بعدها الإثيريوم، ولكل لها قيمتها في السوق وهي قيمة متباينة بالمناسبة. هل حقا ستتحقق التوقعات التي تشير أنه سيتم إلغاء العملة الحالية؟ طبعا أشار مسلسل النهاية في أحد المشاهد أن هنالك قوة ما أو من يملكون السيطرة قاموا بإلغاء تداول العملات، وكان قطعة، يعني تم الإشارة لقطعة والتي تشحن عبر الطاقة، ونحن نعلم أن العملة الرقمية بحاجة أيضا لطاقة كهربائية لتداولها. هل سيتحقق هذا المشهد الذي ورد في المسلسل في أرض الواقع، وستصبح العملة الرقمية هي المتداولة؟ نعم، قبل الإجابة على السؤال يجب أن نتفهم جيدا أن العملات الرقمية هي عملات غير مركزية، يعني أي عملة في أي دولة من الدول يتحكم في إصدارها البنك المركزي في هذه الدولة. أما العملات الرقمية فلا يوجد جهة مركزية تقوم بالسيطرة على إصدار العملات الرقمية، ولكن الأكواد الخاصة بإنشاء العملات الرقمية كلها حد أقصى، فيفترض أن العملة الفلانية لها حد أقصى أن يتواجد منها مثلا ما قيمته 3 ملايين من العملة، هذا بس بشكل أولي. التوقعات في أن تستبدل العملات الورقية أو الحقيقية بالعملات الرقمية، في تقديري المتواضع أن هذا لن يحدث، ولكن قد يحدث سيطرة أكثر للعملات الرقمية، لأن العملات الرقمية تعني التحرر أكثر، كما ذكرت لا يوجد سيطرة لدولة ما أو لبنك مركزي ما، الأمر كله يعتمد على قيمة هذه العملات عند متداوليها. فإذا اتفقنا كمتداولين للعملات أن هذه العملة سنستخدمها فيما بيننا وستصبح قيمة البيتكوين مثلا ما تعادل 40,000 دولار، فهي قيمة 40,000 دولار ما دمنا ارتضينا هذا. فقد يحدث سيطرة للعملات الرقمية، قد يحدث تغول للعملات الرقمية على العملات الحقيقية، حتى أن بعض الدول بدأت تتجه لإصدار عملات رقمية حتى تتواجد في هذا السوق. فهي بلا شك هي أداة وسيطة مهمة جدا في تداول العملات. إذا افترضت أنني معي عملة الجنيه المصري أريد أن أحولها إلى الدولار، فقد أستخدم العملات الرقمية كوسيط، فهذا بالتأكيد في حرية أفضل كثيرا من تحويل الأموال بالطرق التقليدية ودفع أموال حتى لمصاريف التحويل وما شابه. ففي تقديري أن ما سيحدث هو تغول أكثر،
انتشار اكثر للعملات الرقميه. العملات الرقميه لن تنتهي، لن تموت كما يذكر البعض، ولكن في المقابل لن تلغى العملات الورقيه. يعني مجرد توقعات ولكن لن تحدث حسب توقعك. نعم، حسب توقعي الشخصي. نعم ميسي، طبعا انا موضوع مش مباشر بالرياضه، ولكن ميسي اليوم بعد انتقاله من برشلونه يتقاضى اجر بالعمله الرقميه، والعمله اطلقها باريس سان جيرمان. هل يعتبر هذا الترويج للعمله الرقميه، وهل سيزيد الاقبال على هذه على تداول هذه العمله؟ نعم، نادي باريس سان جيرمان اصدر عمله رقميه اسمها نفس اسم او نفس المختصر، الاسم هو البي اس جي. هو اصدر هذه العمله. بالمناسبه العملات الرقميه كما ذكرت هي تعطي مزيد من التحرر. فتوجد مشكله في عقد ميسي، وهي ان دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه بالعموم تسيطر او تريد السيطره على سوق الانتقالات الخاصه باللاعبين، وتضع حد اقصى للدخل وحد اقصى للمصاريف التي يصرفها النادي. وبالتالي وجود بند، وانا اتوقع هذا سيزيد بنسبه كبيره في المستقبل، يعني بعد الانتقال الخاص بميسي، ان يوجد بند في عقود اللاعبين هي ان يتقاضى مبلغ عن طريق العملات الرقميه، سيجعل النادي يخرج خارج هذه السيطره، يخرج خارج الرقابه المفروضه عليه. وبالتالي سيحدث الآتي، أن انتشار العملات الرقمية يزيد، وهذا يحدث طوال الوقت. عندما قام إيلون ماسك بالإعلان أن سيارات تسلا ستقبل الدفع عن طريق العملات الرقمية عن طريق البيتكوين، ارتفع سهم البيتكوين وارتفعت قيمته بنسبة كبيرة. فكلما زاد الإقبال على البيتكوين أو الاعتماد الرسمي أو اعتماد شركات كبرى أو نوادي كبرى للعملات الرقمية، هذا يفيد سوق العملات الرقمية بشكل كبير. قد يحدث أن كل نادي من الأندية الكبيرة أن تنشئ عملاتها الرقمية الخاصة بها، منها أنها ستزيد من مواردها المالية، وفي نفس الوقت تخرجها خارج إطار الرقابة كما ذكرت حضرتك فيما يخص العقد الخاص بميسي. يعني عمليا كمان ميسي راح يشكل دور بزيادة تداول العملة الرقمية. صحيح، نعم هذا صحيح. استاذ عمر، يروج للعديد من التطبيقات لتداول العملات الرقميه، ما مدى مصداقيه هذه التطبيقات؟ هل حقا يمكن تداول العملات الرقميه عبر تطبيق في الهواتف الذكيه؟ ولماذا هذه التطبيقات تسمح يعني مجرد تنزيل هذه التطبيقات على الهاتف يتضح ان هذه التطبيقات حصلت على العديد من الاذونات التي تخترق لربما الكاميرا، تسجيل الصوت، وعده تطبيقات في الهاتف؟ نعم، سؤال مهم وجيد جدا. توجد أكثر من نوع من أنواع التطبيقات الخاصة بالعملات الرقمية. النوع الأول هو تداول العملات الرقمية. يفترض في من يدخل سوق العملات الرقمية أن يكون لديه الحد الأدنى من الوعي حتى يجنب نفسه من أساليب النصب والاحتيال التي تحدث. يعني لمن يتابع أخبار التكنولوجيا مؤخرا، وهو خبر متكرر بالعموم، أن بعض أو واحدة من المواقع الخاصة بتداول العملات الرقمية تم سرقة ما قيمته 600 مليون دولار من هذا الموقع. كان يوجد من عدة أشهر كان شخص تركي أنشأ موقع لتداول العملات الرقمية، موقع تركي كذلك هرب بكل العملات اللي كانت موجودة عليه. لهذا يجب أن نفهم جيدا أين نضع أموالنا، وكثيرا ما يتم تداول بعض التطبيقات هذه بشكل سيء أو بشكل خاطئ، توقع العديد من الناس عرضة للنصب. هذا رقم واحد فيما يخص مواقع أو تطبيقات التداول. هنا يجب أن نتجه فقط للتطبيقات المشهورة أو العالمية، ولا نتجه لما يتم ترويجه ما بين الأفراد، ولأنه كثير من هذه التطبيقات يكون خاطئ. النوع الآخر من العملات أو من التطبيقات الخاصة بالعملات الرقمية، وهو الأكثر ضررا بالمناسبة، هو أن بعض البرامج يتم تداولها على اعتبار أنها تقوم بتعدين العملات الرقمية، وهذا أمر غير صحيح تماما تماما تماما، وقد تحدثت فيه أكثر من مرة سابقا في البرنامج.
تعدين العملات الرقمية كما حضرتك في السؤال السابق يحتاج الكثير من الموارد، يحتاج إلى الكهرباء، يحتاج إلى الإنترنت بشكل قوي جدا. فمبدئيا يجب أن نفهم أن أجهزتنا المحمولة غير قادرة أبدا على تعديل العملات الرقمية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، البرامج التي تتداول مثل عملة، مثل عملة اسمها الباي نتورك، وفي عملة اسمها بي نتورك، أكثر من عملات تتم تداولها، وللأسف كثير من الناس يقوم بنشر هذه التطبيقات أملا أن يحصل على عمولة وأن يكسب ماليا. هذه التطبيقات يروج لها أنها تقوم بالتعدين، وهذا خاطئ. وهذه التطبيقات هي التي تحصل على أذنات كثيرة كما تفضلتي، يأخذ صلاحية الدخول على الكاميرا، على جهات الاتصال، على كثير من الأشياء. وهذه التطبيقات هي في الأساس هي لجمع المعلومات من المستخدمين. أنا بمنتهى الأريحية أعطي التطبيق أذنات كبيرة على هاتفي المحمول، منها أن يقوم بتجميع بيانات عني ويرسل البيانات هذه لجهة ما غير معروفة. وهذا أمر يعني شديد الخطورة، شديد الخطورة، قد يكون يعرض المستخدم لتهديد شخصي لا قدر الله، أو فقط أن أنا أقوم بتسريب بياناتي أو تسريب خصوصياتي للغير. فيجب أن يتواجد لدينا الحد الأدنى من الوعي، وإن لم يكن لدينا هذا الوعي يجب أن نلجأ للمتخصصين لسؤالهم عن جودة هذه التطبيقات. في طريقة اللي ممكن حتى لو أي إنسان نزل أي تطبيق اللي يحافظ على خصوصيته، أو إعادة مثلا منح الأذنات اللي هي أعطت نفسها الصلاحية وأخذتها؟ نعم، إذا كان من مستخدمي الأندرويد لديه هذا الحق أو هذه الإمكانية، إن كان من مستخدمي الآيفون أو الآي أو إس لديه كذلك هذه الإمكانية. ما يحدث أنه عندما تقوم بتحميل تطبيق فإنه لابد أن يخترق بما سيقوم من حق للدخول عليه كما تفضلتي، الكاميرا، المايك أو ما شابه. إذا حدث وأعطينا هذا الحق نستطيع الدخول مرة أخرى على قائمة التطبيقات الموجودة على الجهاز، ثم أضغط على التطبيق المقصود، ثم أضغط على البرميشنز أو الأذنات، ثم ألغي الأذنات التي يجب أن ألغيها. بشكل عام لا يجب أن أعطي أي تطبيق إمكانية استخدام المايك أو استخدام الكاميرا، لأنه قد يسيء استخدام هذا الاستخدام بدون علمي. هذا بشكل عام، حتى ولو كان تطبيق فيسبوك ألغي، وإذا أردت أن أستخدمه أقوم بفتح الكاميرا، أعطيه صلاحية لفتح الكاميرا ثم أقوم بإيقافها مرة أخرى وهكذا. هنالك تطبيقات، يعني من وحي التطبيقات هنالك كمان تطبيقات عديدة مجانية مثل التيك توك، مش كمان هي مجانية ولكن كمان هي من تمنح المشتركين بها مبالغ مالية، مثل التيك توك، مثل لعبة الببجي. ما الهدف من وراء هذه التطبيقات أو من هذه البرامج؟ جميل. مبدئيا هذه المبالغ التي تعطى كعمولات أو كبونص لمن يقوم بتحميل التطبيق هي من بند التسويق، وأي شركة أو أي تطبيق مشهور يجب أن يكون لديه ميزانية كبيرة للتسويق. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي كيفية استخدام هذه الميزانية. بعض التطبيقات أو بعض البرامج تقوم بعمل إعلانات مباشرة على طوال الوقت، نرى كثير من الإعلانات التي تظهر لنا لتحميل لعبة ما أو لتحميل تطبيق ما. هذا طريقة للإعلان، وتوجد طريقة أخرى هي للتسويق عبر الوسطاء أو عن طريق ما نسميه ريفيلر بروجرام، أن يقوم أحد بدعوة الآخرين لتحميل برنامج أو إنشاء حساب وسأعطيك عمولة. هنا أقوم بالتسويق عن طريق الأشخاص. في الحقيقة هذه الطريقة مجدية أكثر من الإعلان المباشر، لأن أنا في هذه الحالة وظفت عندي الأشخاص نفسهم لكي يقوموا بترويج للتطبيق الخاص بي. التيك توك كمثال انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، لأنه يعطي عمولات لمن يقوم بدعوة الغير. أنا إذا حملت التطبيق لن أحصل على عمولة، ولكن إن قمت بدعوتك ودعوة الآخرين وقاموا بتحميل التطبيق سأقوم بالحصول على عمولة عن كل تحميل. هنا يعني الخبر الأخير الذي انتشر هو أن تيك توك أصبح أكثر برنامج تحميلا على مستوى العالم في العام الأخير بسبب هذه الآلية، أصبح أكثر تحميلا حتى أكثر من تطبيق فيسبوك كمثال. ما يقوم به التطبيق لاحقا هو أمر يرجع له، هو قام بالنجاح الحملة التسويقية. مثلا لعبة ببجي تكسب بشكل مباشر، كذلك تيك توك يكسب بشكل مباشر، إما من خلال الداعمين أو من خلال المستثمرين أو من خلال الإعلانات، لأن تيك توك لديه نموذج للإعلان، تستطيع من خلال تيك توك
كشركه او كبراند او كجهه تريد ان اعمل اعلان ان تقوم بالاعلان عبر تيك توك، فهو يريد ان يزيد عدد المستخدمين بشكل كبير جدا ثم يبدا ان يكسب. ونفس الامر فيما يخص ببجي، كذلك المستخدمين يقومون بدفع اموال لببجي للحصول على بعض المميزات الاخرى، ثم يقومون هم بعمل منافسات واعطاء مبالغ ماليه ومكافئات لمن يفوزون بها. الامور كلها داخل بند التسويق بالعموم. أستاذ عمر، قبل فترة أعلن أيلون ماسك عن شريحة إلكترونية تزرع في الرأس تماما كما حصل مع الليمبي في فيلم 8 جيجا، وفي المؤتمر أنذاك تم عرض جزئية أنه تم تطبيقها على الخنزير وقد نجحت تلك التجربة، وأعلن أنه سيقوم بتجربتها على الإنسان. هل فعلا هل هو قام بتجربتها على الإنسان، وهل سينجح بتجربتها على الإنسان بغاية زيادة الذكاء الاصطناعي؟ كخطوات معلنة هو قام بتجربتها على القردة طبعا بجانب الخنازير، لكن كمان قام بتجربتها على القردة، وتم نشر بعض الفيديوهات ل قرد يقوم بلعب لعبة على الكمبيوتر عن طريق فقط التفكير من غير المعلن أنه قام بتجربتها على الإنسان، ولكن أنا أتوقع بنسبة كبيرة أنه قام بتجربتها على بعض المتطوعين أو من يعني أعطاهم أموال لتجربتها. لكن هذه المرحلة فيها كثير من التعقيدات القانونية حتى يقوم بتجربة مثل هذا الشيء على الإنسان، القانون في أمريكا يمنعها، لهذا الأمور قد تكون غير معلنة. ما أراه أنا بشكل شخصي عن طريق خبرتي السابقة وعلمي فيما يخص التكنولوجيا أن هذا الأمر خطير للغاية، لأن كل ما يقوم بالدخول على الإنترنت يوجد في التكنولوجيا شيء اسمه IoT Internet of Things، أن الإنترنت الخاص بالأشياء التي تقوم بالدخول عليه غير الهواتف الذكية، فمثلا الساعات الذكية، بعض توجد بطاقات ائتمان أو ما شابه بطاقات الائتمان تقوم بالدخول على الإنترنت وما شابه، فكل هذه الأشياء يمكن اختراقها بمنتهى البساطة ما دامت دخلت على الإنترنت فيوجد ثغرات لاختراقها. فوجود شريحة لتزرع داخل جسم الإنسان أيا كانت المميزات التي قد تعطيه لاحقا، لكن هذا باب كبير جدا جدا للاختراق المباشر للإنسان. احنا وجودنا بجانب الأجهزة الذكية، انت تعلمين الأخبار الخاصة بالبرنامج الاختراق المشهور على مستوى العالم بيجاسوس، واخترق كثير من المشاهير والسياسيين ورؤساء الدول حتى، فهذا أمر خطير جدا لأنه يتم اختراقنا عن طريق الأجهزة المحمولة، فتخيل أن تصبح نحن بأشخاصنا قابلين للاختراق، هذا أمر خطير جدا جدا ويجب ألا يمر بأي شكل من الأشكال. أنا مع وجود أجهزة تطور من قدرات الإنسان، في بعض الأجهزة الأبسط من فكرة شريحة إيلون ماسك تقوم بقراءة أفكار الإنسان عن طريق جهاز يتم تركيبه بجانب الفك، وهذه توجد أبحاث في هذا الإطار، فقد يكون هذا مفيد. أما وجود جهاز يتم زرعه داخل جهاز جسم الإنسان أيا كانت مميزاته فهذا أمر في غاية الخطورة. أشار مسلسل النهاية أتذكر لهذه الجزئية أنه يتم اختراق جسم الإنسان ومعرفة بماذا يفكر، هل هي مجرد صدفة أم هي عملية تسويق لأمر ما سيحدث في الأيام القادمة؟ أتوقع أنه يعني خيال مؤلف ولكنه خيال ليس بعيدا عن الواقع. أنت تعلمين إن شاهدنا الأفلام من 10 أو 15 أو 20 سنة ستجد كل الأجهزة أو كل ما كان خيال علمي في هذه الأفلام أصبح واقع، فأنا أتوقع أن هذا خيال مؤلف ولكنه غير بعيد تماما عن الواقع، بل قد يحدث بنسبة كبيرة ما لم يتم تقنين هذا الأمر. في بعض الشركات التكنولوجيا الكبيرة قامت بعمل رابطة تعتبر من أجل تحجيم الذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي أخذ في التمدد والتغول على الإنسان، وقد يحدث في وقت من الأوقات أن يحدث ما نراه في الأفلام الخيال العلمي أن يسيطر الذكاء الاصطناعي أو الروبوتس على حياة البشر، هذا أمر وارد حقيقة بغض النظر عن طريقة تناوله الدرامي في الأفلام والمسلسلات، لكن هذا أمر قد يحدث. فوجود كما ذكرت مجرد وجود شريحة أو وجود أي جهاز إلكتروني داخل جسم الإنسان معناه أنه أصبح عرضة للاختراق، ثم وأنا نتحدث عن شريحة تزرع في العقل يعني، فقد يتم التحكم في البشر حرفيا عن طريق هذه الشرائح. أشرت أستاذ عمر أن
مجرد تجربة هذه الشريحة على الإنسان هي لربما ممكن أن تعرضهم لمساءلة قانونية، ولابد من موافقة من سيتم تجربة الشريحة عليه. في المقابل هنالك، لا أعلم، هنالك من يزعم أن التطعيم ضد الكورونا يحتوي على شريحة أو على لا أعرف ما المادة الممكن التي ستساعد باختراق جسم الإنسان. وقد أشار يعني بعد المؤتمر تم الإشارة أنه تم تقليص حجم هذه الشريحة. هل تتوقع أنه فعلا يتم تجريب، وفي كمان أيضا أنه يتم توقيع كل من يأخذ التطعيم يوقع على موافقته بأخذ اللقاح ضد الكورونا، هل تتوقع أو هل يعقل أنه يتم تجربة هذه الشريحة على من ضمن من خلال عذرا من خلال لقاح الكورونا؟ طبعا هذا حسب نظرية المؤامرة، أن الكورونا ولقاح الكورونا هو مؤامرة. نعم، بخلاف كلامي السابق أنا ضد هذا الكلام. الفكرة أن يتم اختراق الإنسان أو التحكم في الإنسان عن طريق شريحة تزرع في المخ، هذا أمر معقد كما ذكرت، وهي عملية جراحية بالمناسبة. مهما قل حجم الشريحة ولكن هي عملية جراحية، ويجب أن تتصل هذه الشريحة بالخلايا المخ بشكل مباشر. أما ما كان يتم الترويج له أن لقاح كورونا هو بهدف زرع شريحة بهدف التحكم في البشر، هذا كلام غير دقيق وغير عملي وغير علمي كذلك، لأن اللقاح هو لقاح عبارة عن سائل يحتوي على بعض ما يسمونه جزء من الفيروس، لا أتذكر اللفظ الدقيق يعني، فجزء من الفيروس حتى يقوم الجسم بعمل خلايا مناعية ضد هذا الفيروس. فلا يتم زرع أي شريحة، والشريحة لا تزرع عن طريق محقن الإبرة، إبرة المحقن هي يعني جزء دقيق جدا. فالجزء الذي يتم زراعته في الجسم الإنسان أو في عقل الإنسان بفكرة إيلون ماسك هي أكبر من ذلك بكثير يعني. فهذا أمر غير دقيق، بل هو كما ذكرت هو جزء من نظرية المؤامرة. والبعض قال أن هذا كان في البداية، أن ما سيتم أنه سيتم زرع شريحة في كف الإنسان لعلاج فيروس كورونا، كل هذا الكلام كما ذكرت غير دقيق وغير عملي وغير علمي بالأساس. حسب اعتقادك هنالك من يعني تم تداول فيديوهات أن المعادن تلتصق مكان التطعيم، يعني هل هذا يعني حصل بالفعل أم مجرد من ضمن نظرية المؤامرة؟ طيب أنا شخصيا حصلت على التطعيم، والحمد لله ما زلت يعني أنا أتحدث كعمر ولست كإنسان آلي ولا يتم التحكم فيه بالمناسبة. هو كمثل أي تطعيم آخر، أنا يعني أنا من مصر، وفي مصر كان ينتشر شلل الأطفال، فكانت يتم تطعيم كل الأطفال في مصر ضد مرض شلل الأطفال أكثر من مرة، ولم ينتشر وقتها أن هذا أمر عبارة عن مؤامرة وما شابه. فلا يوجد أي تجارب أو أي أبحاث قالت أن مكان التطعيم يعني يتحول كأنه مغناطيس للمعادن أو ما شابه، هذا الأمر لم يعني ليس له أي أساس من الصحة يعني. إن نجح أيلون بزرع هذه الشريحة في أدمغة البشر، ماذا سيحدث؟ المعلن أنه سيقوم بإضافة مزايا جديدة لعقل البشر من فيما يخص الذاكرة، فيما يخص التعلم وما شابه، هذا المعلن. أما غير المعلن كما ذكرت هو باب خلفي، توجد في التكنولوجيا ما يسمى بالأبواب الخلفية للاختراق أو تروجان هورس يسمونها، فهذا باب خلفي لاختراق يعني لسنا نتحدث هنا عن اختراق خصوصية، اختراق عقل الإنسان نفسه، زرع أفكار فيه كما يمكن أن يتم زرع أفكار لها علاقة بالتعليم، كذلك قد يتم زرع أفكار متطرفة، قد يتم التحكم في عقل البشر. الأمر يعني خطير جد خطير، لا يمكن أبدا أبدا أن يمر مرور الكرام، ولا أتوقع أن هذا يحدث، ولكن قد تنشأ يعني سوق سوداء لهذا الاختراع، يعني كما ذكرت أظن من الناحية القانونية لن يتم يعني الموافقة على مثل هذا الأمر. يعني بنسبة كبيرة أنا عندي ما يقرب من اليقين أن هذا لا يمكن أن يحدث، ولكن قد ينشأ نوع من السوق السوداء، قد يتم الترويج لهذا المنتج مثلا في الجنود للحروب بشكل ما
يعني للسيطرة أو للتحكم في جموع من البشر أو لإعطاء أوامر لمجموعة من البشر، لكن كأن ينتشر لعموم الناس هذا أمر خطير ولا يمكن قبوله يعني. يعني معروف عن ايلون ماسك انه هو حدا بحاول مرارا وتكرارا، يعني بقصه الصواريخ كان يفشل باطلاقها، ولكن صحيح. ولكن في النهايه نجح، انه مش بس انه الصاروخ يصل للمكان اللي مرسل اليه ويرجع له اياه، فلربما ينجح، وبحال نجح بزرع هذه الشريحه. وبالختام، هل استاذ عمر بتنا قاب قوسين او ادنى من نظام العالم الجديد؟ إيلون ماسك قد ينجح من الناحية التقنية، لكن أنا أقصد أنه بالعموم سيحدث رد فعل شعبي واسع ضد هذه الفكرة. لا أتوقع أن تقوم الحكومات بتقنين هذه الفكرة، ولهذا أقول أن قد ينجح من الناحية التقنية ولكنه لن ينجح كمشروع تجاري، هذا ما أقصده يعني. هل بتنا على باب النظام العالمي الجديد المجدد؟ لأنه ما نعيشه بالفعل هو النظام العالمي الجديد، لكن نعم نحن على هذا الباب، بل قد نكون دخلنا هذا الباب بالفعل مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مع انتشار الأجهزة الذكية التي القادرة على التجسس علينا 24 ساعة في اليوم. سابقا كانوا يحتاجوا لزرع جواسيس وكثير من المعدات والأمور حتى يحصلوا على معلوماتنا كاملة أصبحت متاحة على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. الفيسبوك أصبح قادر على التنبؤ بالمستقبل، بالمناسبة الذكاء الاصطناعي قادر على التنبؤ بالمستقبل، ولا أقصد المستقبل البشر ولكن مستقبل تصرف الأفراد، أنه يفهم الشخص بشكل دقيق للغاية فيتوقع تصرفاته، وهذا ما قد نقول عليه بشكل مجازي التنبؤ بالمستقبل. فنحن بالفعل دخلنا في هذا الباب، أتوقع أنه يحدث مزيد من التغول على حياة البشر، مزيد من التغول على الخصوصية. مهما حاولت الحكومات ضبط هذا الأمر فسيصبح الأمر عصية على التحكم، لأن هذا الأمر هو بيزنس، هو الشركات التكنولوجيا تقوم بالربح من هذا النظام يعني الحديث، وهذا الربح يعود على الدول طبعا نفوذ مبدئيا، يوجد حرب نفوذ ما بين امريكا وما بين الصين بسبب التكنولوجيا، فيعود عليها بالنفوذ، ثم وكذلك يعود عليها ماليا من الضرائب وما شابه. فهذا الامر اخذ في الاتساع ونحن المتضررين بالتاكيد. شكرا لك استاذ عمر الشال، وتحياتنا من هنا من فلسطين لك ولكافه اهالينا في مصر. كل التحيه والحب يعني والدعاء لكم اهلنا الكرام في فلسطين، ونسأل الله يا رب أن يكتب لنا زيارة قريبة عاجلة بإذن الله للمسجد الأقصى. تحياتنا لكم جميعا. تحياتنا، شكرا لكم مشاهدينا، دمتم بأمان الله.